أستاذ عبد الواحد أولاد مولود، من المعروف أن تشاد غني بتنوع روافده القبلية والإثنية أيضا، وهي في الوقت نفسه ليست نقطة امتياز لصعوبة تدبير التوازنات الاجتماعية في هذا المحيط. ماذا تقول خارطة النفوذ القبلي والعشائري في هياكل السلطة بشأن هذا الوضع؟ هي في الحقيقة كما نعلم أن دولة تشاد كغيرها من دول منطقة جنوب الصحراء فهي تعج بعرقيات، يعني وكما سبقنا أن أشرنا أن الإشكال في منطقة الساحل والصحراء أنها تشهد مجموعة أو تمرد قبلي أو صراع إثني. دعني أقول أنه ما جرى ربما هي ما جرى اليوم هو شبه ما يعني حصل في الكونغو سنة 2008 تقريبا، أو الطوغو عفوا سنة 2008 تقريبا، وتم يعني تدبير المرحلة، وبعد يعني المرحلة الانتقالية تولى ابن الرئيس الطوغولي الوضع والأمور صارت يعني وفقا. ماذا عن تشاد؟ ماذا عن تشاد تحديدا؟ نعم أنا أقول أما بالنسبة لتشاد هي من بين أهم القبائل كما تفضل الأستاذ، هي قبائل يعني الزغاوة، يعني في المقابل هناك قبيلة القرعان التي يعني تنحدر منها المعارضة المسلحة. هذه يعني قبائل الزغاوات هي الأخرى يعني متفرعة. دعني أقول أن إدريس ديبي في عصره أو في عهده ليس ببعيد يعني عانى من يعني تمرد حتى من بعض أقربائه من قبائل من قبيلة الزغاوات. إذن أنا يعني لم يحل الوقت بعد لأن أقول أن تشاد دخلت في احتراب أهلي أو احتراب داخلي، لأن لا يعني النظام لا النظام التشادي لا المجتمع المدني لا الشعب التشادي يعني من مصلحته الدخول في حرب أهلية. وكذلك لا ننسى أو لا نتجاوز دور القوى الإقليمية والدولية هي الأخرى ليست لها مصلحة سنأتي إلى هذا دخول دخول تشاد إلى يعني في مرحلة أو في احتراب داخلي أو حرب أهلية.